المواقف الازدواجيه في المعايير واضحه جدا في الاداره الامريكيه، لكن هي عشان هي ما عندهاش رؤيه خالص للمنافسه الفلسطينيه فهي متخبطه في قراراتها. كما سارعوا وتهافتوا لدعم اسرائيل بكل الوسائل في بدايه هذه الهجمه واستمروا بعد ذلك، فوجئوا طبعا برده الفعل الشعبيه والعالميه، اصبحت في غير صالحهم تماما وعرتهم كلهم فيما يتعلق بطريقه التعامل مع الملف، وان هم بيرفعوا شعاراتهم ما بيعملوش بيها، خلى شكلهم وحش جدا، وبداوا يتكلموا عن هدف الانسانيه بقى ووقف مش عارف ايه والكلام ده كله. انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، وربما انت تكون بتعمل ده بس طبعا انا ما اعرفش، لكن حضرتك تابع السوشيال ميديا الامريكيه، شوف حضرتك الامريكان ازاي متعاطفين مع الانسان، متعاطفين مع الشعب الفلسطيني. والله بيتعاطفوا مع الفلسطينيين اكثر مما بيتعاطف معهم الشعوب العربيه، والله. يعني انا ما كنتش متخيل كده. ده يدل على ايه؟ يدل على انه في فكر بيتغير لدى المجتمع الامريكي، وانه النهارده الناس الصغيره اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي بكره هي اللي هتقود البلد،